أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين. عدن تستقبل 35 أسرة هربت قبل أسابيع من معارك المخا. الحوثيون يحاصرون 10 قرى جديدة في بلاد الوافي بتعز. وفي الأخبار الأكثر تداولاً في القدس العربي، 450 فلسطينياً هربوا من إسرائيل قبل سنوات وقتلوا في سجون سوريا. ومن البي بي سي، الخطوط الجوية البريطانية تلغي إحدى رحلاتها بسبب وجود فأر في الطائرة. أهلاً بكم. أين استقر الحال بنازحي المخا الذين تركوا مدينتهم هربا من الحرب وفقا لموقع عدن تايم؟ فقد بدأت المرحلة الثالثة للمركز الإيوائي للنازحين من محافظة تعز وما حولها الواقع في مدينة الشعب بمديرية البريقة عدن. رئيس مؤسسة ينابيع عدن محمد خالد عزي قال بأن إقامة هذا المركز المؤقت للنازحين يعد أحد أهم المشاريع الجديدة لدى المؤسسة للعام 2017، ويضم 35 أسرة نازحة من مناطق الوازعية وذباب والمخا التابعة لمحافظة تعز، لافتا إلى أن هناك العديد من الأسر النازحة تنتظر تسكينها في المركز. التهجير مستمر في قرى تعز، يعنون موقع المسند مضيفا: الحوثيون يفرضون حصارا محكما على 10 قرى ضمن تجمع منطقة بلاد الوافي غرب محافظة تعز بعد قطعها طريق الرمادة التي تربطها بمدينة تعز وقرى هجدة المجاورة. قال الموقع إن أهمية بلاد الوافي تبرز كونها تتحكم بالطريق الرابط بين محافظة عدن ومدينة تعز التي تسيطر عليها قوات المقاومة، وقد فشل المسلحون الحوثيون في اقتحامها من تلك الجهة التي تمثل ثالث وآخر منافذ المدينة. وينقل الموقع عن أحد المواطنين قوله: تاريخ الصراع في هذه المنطقة بدأ منذ عام بعد هزيمة الجماعات المسلحة في حربها في جبهة المصراخ الملاصقة لمنفذ مدينة تعز الجنوبي الغربي وعجزها عن اختراقها بشكل متكرر العام الماضي. يتابع الموقع: يعاني سكان بلاد الوافي التي تضم 20,000 نسمة من انحسار شبه تام للخدمات منذ سنوات، وقد ساءت أوضاع المنطقة أكثر جراء زيادة الاحتياجات والضغوط على الموارد المحلية المحدودة لنحو 400 أسرة نازحة من مدينة تعز إليها. الشعب يرفض اختزال الشعب. تحت هذا العنوان كتب فتحي أبو النصر مقاله المنشور في يمن مونيتور، وقال في جزء من المقال: تطيف الصراع بدلا من تسييسه يعني الإمعان في حالة التيه الوطني وتأجيج الكراهيات وحرف تراكم النضال المدني عن معناه الحقيقي، ما يعني وضع الصراع في قالب أخرق وأهوج ودموي وبدائي لا يصب في مصلحة الدولة والمجتمع على الإطلاق. تطيف الصراع ليس سوى التعزيز لمراكز الهيمنة التاريخية ما قبل الوطنية، أي تعزيز آثام ومنبقات الوعي المعطل لنشوء دولة الشراكة والكرامة والقانون والعدل. ثم إن الخطر الذي نخشاه أن يتحول الصراع إلى صراع عنصري، وعلينا ألا نقود إلى مباركة إضمحلال السياسة وتصدر العنف على الإطلاق، كما أن استمرار التمترسات بذروات خلف أفكار وتصورات وآليات محددة في إدارة الدولة والمجتمع لابد أن يفاقم من اندلاع المخاوف الوطنية الكبرى. لنعمل من أجل أن يرضخ الجميع لقيمة الدولة كدولة لا كعصا بيد جماعة أو قوة. لنعمل من أجل أن تفرض الدولة نفسها كما ينبغي للدول أن تكون. باختصار شديد، يجب على الدوام تنمية الوعي الوطني اللازم بضرورة كسر هذا الطوطم الرهيب عبر إعادة المعنى للإرادة وللسياسة وللتنوير وللتحديث وللتعدد، كما للاختلاف السلمي والإبداع الخلاق
ولمناهضة الاستبداد وللكينونة المطمئنة ولتفعيل حقوق المواطنة والمواطن وصولاً إلى ضمان مساواة كافة أبناء الدولة المدنية أمام القانون وفي الواقع كذلك، ما يتفق وتجفيف الإرهاب والقصر ورقي الإنسان والدولة وعدم الوصاية الديماغوجية على المجتمع. قال موقع الصحوة نت إن مواطنين بالمحويت يمهلون الميليشيات يومين لإرجاع أطفالهم من جبهات القتال، وأوضحت مصادر محلية أن مواطنين من عزلة الوسط بمديرية جبل المحويت طالبت الميليشيات بإرجاع أطفالهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا، حيث لا زالوا يدرسون في المراحل الأساسية والإعدادية. وأورد موقع الصحوة نت أسماء 5 من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السن القانونية والذين طالب أهاليهم بإعادتهم، واتهم المواطنون قيادة حوثية بالمنطقة باستدراج هؤلاء الأطفال والتغرير بهم وإرسالهم إلى الجبهات دون علم آبائهم، وأمهلوهم يومين فقط لإرجاعهم وحملوهم كامل المسؤولية عما سيحصل بأبنائهم أو تعرضهم لأي سوء. المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: الحوثيون يقتحمون منازل جنوب الحديدة ويخطفون 5 مدنيين بدعوى البحث عن مطلوبين. قال مصدر محلي في مديرية بيت الفقيه جنوب مدينة الحديدة إن مسلحين يتبعون جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح اقتحموا منزلا منتصف الليلة الماضية وخطفوا 5 مدنيين. ونقل مراسل المصدر أونلاين عن المصدر قوله إن الحوثيين بقيادة فتى مراهق عمره 19 عاما يدعى أبو العماد اقتحموا منزل هارون جحاف وعبثوا بمحتوياته وأرعبوا النساء والأطفال وخطفوا 5 من أشقاء جحاف وهم فؤاد وهاشم وعادل وعلي وماجد. وبحسب المصدر فإن الحوثيين بقيادة المشرف الأمني أبو عماد يشنون حملات مداهمة للمنازل في منتصف الليالي ويقتحمون الغرف ويصادرون هواتف النساء بذريعة البحث عن مطلوبين أمنيا. في 2 مارس 2017 ترجل الشاعر محمد حسين هيثم من على حصان الحياة ومضى إلى قبره شابا في أوج نضجه، وبعد مرور عقد من الزمن يتذكره زميله الكاتب محمد عبد الوهاب الشيباني ويكتب عنه في التغيير نت مقالا ذكر فيه العديد مما يترك الشاعر حين يغادر الحياة باكرا. شاعر مختلف لم يكن يهدأ لسائد أو يستقر لاتجاه أو أسلوب، وهو إلى ذلك لم يسكن قصيدة واحدة أو تحت خيمة شعرية يبريها أو تبري حياته، إنما ساق شعره إلى ضجيج مسموع في اللغة والأسلوب يقطع المسافة بسهولة بين الوضوح والغموض، كما رأى الكاتب أحمد بزون. 10 أعوام انقضت على رحيل الشاعر الكثير المختلف محمد حسين هيثم الذي رأى القصيدة ابنة للمجازفة وربيبة المحاولة. أما الشاعر الحقيقي عنده هو مشروع داخل المحاولة الدؤوبة للمغايرة، ورؤيته هذه هي استخلاص نابه لحالته كشاعر ظل حتى آخر أيامه يجاسف بدأب لكتابة قصائده المدهشة. 10 أعوام انقضت على رحيل الإنسان الذي أعطى لموقع الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين والذي شغره في الفترة بين 2001 و2005 معنا مغايرا، ولعل تبنيه لمشروع الإصدار وتنظيمه لأكثر من مهرجان للأدب اليمني أعظم الأمثلة سطوعا في هذا الجانب. أما للمثقف الملتزم فقد قدم الصورة الأنصع لعفة النفس، فلم يكن انتهازيا أو متحينا للفرص لإعادة ترتيب أوضاعه الخاصة، فكان مشغولا بقراءة وكتابة الشعر ومتابعة تفاصيل الحياة الإنسانية وعلى علاقته الطيبة بالعديد من أصحاب السلطة، فقد جعل بينه وبين البناء الفوقي الرسمي مسافة، وكأنه بذلك يحافظ على استمرارية استقلاليته التي حددها لنفسه ولخياره الحياتي. يصف موقع الاشتراك نت المقاومة التي انطلقت من جبال عتمة ووديانها بأنها مقاومة عصية على الانكسار. وقال الموقع: أوضاع إنسانية صعبة يعيشها مواطنو مديرية عتمة غربي ذمار تتنوع بين التهجير القسري وتعرض منازلهم للقصف والتفجير من قبل تحالف ميليشيات صالح والحوثي. عدة قرى سكنية بالمديرية وفقا للموقع
شهدت عمليات نزوح وتهجير قسري للمواطنين بعد اشتداد المعارك في مناطق المواجهات، ويقدر الموقع من تم تهجيرهم ب600 أسرة هجرت قسرا من قبل الميليشيات، وتركز التهجير في قرى الثالوث والسلف والقدم وحلفان ورخمة وبيت شولة ومنجدة. ما هو عدد المنازل التي فجرتها ميليشيات الحوثي في مدينة واحدة تسيطر عليها وفق تقرير إعلامي أورده موقع المشاهد نت؟ فقد بلغ عدد المنازل والمساجد التي تم تفجيرها من قبل جماعة الحوثي في محافظة إب 71 منزلا خلال المدة من 15 أكتوبر 2014 حتى 15 فبراير 2017. وبحسب تلك الإحصائية فإن الجرائم توزعت بين التفجير الكلي والجزئي والحرق. وقال التقرير إن 56 منزلا تعرضت للتفجير الكامل، بينما تعرضت 6 منازل للتفجير الجزئي والأضرار نتيجة قصف الميليشيات العشوائي أو تفجير منازل مجاورة، بالإضافة إلى 9 منازل تم حرقها. وحسب التقرير فإن هذه الجرائم توزعت على 14 مديرية من مديرية المحافظة، كانت لمديرية الحزم النسبة الأكبر منها. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا وإلى الصحف العربية، نبدأها من صحيفة العرب الجديد والتي قالت إن أزمة عدم صرف مرتبات الموظفين في اليمن تنذر بانهيار إداري أعمق لما تبقى من مؤسسات ودوائر حكومية، حيث بات هذا السيناريو الكارثي مطروحا بسبب حالة الاحتقان الواسعة من الموظفين الحكوميين، والذين أصبح بعضهم يبحث عما يوفر أدنى متطلبات البقاء على قيد الحياة. مسؤول حكومي يعمل وكيلا مساعدا في إحدى الوزارات بصنعاء قال للعربي الجديد: مؤسسات الدولة والمكاتب الحكومية والخدمية بشكل عام تمر بظروف هي الأسوأ على الإطلاق، بطريقة قد يصعب معالجة آثارها بسهولة حتى مع مجيء الراتب. تشير مختلف التصريحات والمعطيات السياسية إلى أن العجز عن توفير ما يغطي بند الرواتب يعود لأسباب عدة، أبرزها تلك المرتبطة بمحدودية الواردات، مرورا بأزمة صامتة تعيشها المكاتب الحكومية بين شريكي الانقلاب. صحيفة الاتحاد الإماراتية قالت بأن اللجنة الأمنية في حضرموت أقرت إجراءات مشددة للارتقاء بمستوى الأداء الأمني في المحافظة والمديريات في الساحل والوادي، وتعزيز عمليات الضبط والتحري ورفع درجة الاستعداد القتالي. ووجهت اللجنة في اجتماع برئاسة المحافظ اللواء الركن أحمد بن بريك بالتصدي لكل محاولات تهريب المخدرات والبشر من القرن الأفريقي، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين كافة الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية، ومنع أي مداهمات إلا بأوامر من القضاء والنيابة. ودعت اللجنة الأمنية أبناء حضرموت إلى مساندة جهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في الكشف عن بقايا أوكار التنظيم الإرهابي، ومساعدة الأجهزة الأمنية والعسكرية بأي معلومات عن تواجد وتحركات أي عناصر أو جماعات مشبوهة أيا كان حجمها. الفرق بين نظام الدولة ونظام العصابة. تحت هذا العنوان كتب محمد علي العقبي ساردا معظم الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي وزيادة ضغطها ومحاربتها للمواطنين بكل السبل والوسائل. إذا أردنا إحصاء انتهاكات الميليشيات الانقلابية فلن نستطيع حصرها. كل يوم تزداد الأرقام في المحافظات الخاضعة لهم التي يحتلونها بقبضة حديدية، منها ما تقوم به قيادة هذه الميليشيا من التهديد بالاعتقال لكل من يرفض رفض جبهاتهم بالأطفال المحاربين
وكذا إجبار المواطنين على دفع الجبايات تحت مسمى المجهود الحربي بقوة السلاح، رغم ما يعانيه الناس من الفقر والحاجة في تلك المدن، وممارسة الإخفاء القسري للمعتقلين الذين لا زالوا في سجونهم ولا يعرف مصيرهم دون ذنب ارتكبوه سوى الخضوع والانصياع ورفض ما يقومون به من عبث صارخ. أما القانون فهم في الأصل خارجون عنه، فكل أعمالهم وممارساتهم من أولها لتليها انتهاكات وجرائم متنوعة لا تحصى ولا تعد، والتي لا تتوقف عند قطع مرتبات الموظفين وتجويع ما يقارب 25 مليون من الشعب، بل استمر إلى إقصاء كثير من الكفاءات الوظيفية واستبدالهم بميليشياتهم ممن لا يمتلكون أي مؤهلات سوى مؤهل الانتماء إلى هذه العصابة الانقلابية. ومن أحدث برامجها التي ستؤثر على فكر الجيل قيامها بتعبية أفكارها المغلوطة والمشوهة لطلاب المدارس عبر طباعة كتب جديدة. كل تلك الانتهاكات والعبث والظلم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في المحافظات المحتلة يزداد كل يوم ويتضخم. حول تنامي موجات العنصرية في العديد من بلدان العالم، عنونت صحيفة البيان الإماراتية في صفحتها الرئيسية إخلاء جامعة كندية حماية لطلاب مسلمين، حيث تم إخلاء نحو 4000 شخص من جامعة كونكورديا في قلب المدينة في مقاطعة كيبك بسبب تهديدات تم توجيهها إلى طلاب مسلمين. وهددت مجموعة تطلق على نفسها مجلس المواطنين المحافظين في كندا في رسالة إلكترونية وجهتها إلى الجامعة ووسائل إعلام محلية بتفجير عبوات صغيرة عدة احتجاجا على وجود طلبة مسلمين في الجامعة. وكتبت المجموعة في رسالة التهديد التي حصلت عليها وكالة فرانس بريس: الآن بعد أن تولى ترامب أو الرئيس ترامب الحكم جنوب الحدود الأمور تغيرت، لن نتحمل تصرفاتكم بعد الآن، في إشارة إلى الطلاب المسلمين. وزيرة التعليم العالي في كيبك هيلين ديفيد قالت: ندين بشدة تلك الهجمات ضد جامعة تشكل نموذجا للعيش المشترك. وهناك جامعة أخرى من الجامعات الأربع في مونتريال هي جامعة ماكجيل تلقت الرسالة الإلكترونية نفسها. الفلسطينيون الذين هربوا من الاحتلال الإسرائيلي وأقاموا في سوريا قتلوا هناك. وقالت صحيفة القدس أن 459 لاجئا فلسطينيا قتلوا جراء التعذيب في سجون الأسد. ووثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا مقتل 459 فلسطيني وفلسطينية تحت التعذيب، وذلك بعد اعتقالهم لفترات متفاوتة في سجون النظام السوري. وتابعت وفقا لإحصائيات المجموعة فإن عدد المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين والمغيبين قسرا في سجون الأمن والمخابرات السورية قد وصل إلى 1169 معتقلا. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن 450 ألف لاجئ فلسطيني من أصل 550 ألفا ما زالوا يعيشون في سوريا، 95% منهم يحتاجون لمساعدة طبية. ومن الأخبار الأكثر قراءة في البي بي سي: إلغاء رحلة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو بسبب فأر. وقالت شبكة البي بي سي: ألغى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن رحلة جوية كانت متجهة إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية بعد العثور على فأر على متن الطائرة. وكان المسافرون على الرحلة الجوية التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية في انتظار إقلاع الطائرة وقت الإعلان عن إلغاء رحلتهم. وقالت كارلي وهي مسافرة على متن الرحلة: إن طاقم الطائرة أعلن العثور على شيء غير مألوف، وأن اللوائح تنص على عدم إقلاع الطائرة وعلى متنها فئران، وأنه سيجرى تخصيص رحلة أخرى. الناشط السياسي المصري مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، والذي حكمت عليه السلطات بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة التظاهر بدون ترخيص، خرج من السجن وبدأ يستعيد حياته وحواراته كسجين
ذاق الكثير من ويلات فقدان الحرية، وقال في جزء من مقال نشره في العربي الجديد: بعد خروجي من السجن سألت طفلي الذي لم يتم عامه الخامس سؤالا معتادا عما يريد أن يكون عندما يكبر. أجابني الإجابة التقليدية أنه يريد أن يكون مثلي أنا. مرت أيام وسمعته يحدث أمه بصوت خافت أنه لا يريد أن يصبح مهندسا مثلي. لماذا؟ سألته أمه. أجاب: لأنه كان يعمل في مكان سيء وضيق ومظلم، وكان طول الوقت يرتدي لونا واحدا هو الأزرق، وكان لا يستطيع أن يذهب معنا إلى البيت، وكنا نراه بصعوبة في عمله كل فترة طويلة، وكنا ننتظر لساعات كثيرة قبل أن نراه، وكان المكان مليئا بالعساكر الذين يصيحون طوال الوقت. لا أريد أن أصبح مهندسا مثل أبي، أريد أن أكون بائع زيتون، فأنا أحب الزيتون كثيرا. هكذا أجاب أمه بلهجة الطفولة الجميلة. سمعت هذا الكلام وفهمت سبب التحول المفاجئ، فقد تذكرت أني عندما كنت في السجن اضطررت للكذب عليه، فكيف كنت أشرح لطفل لم يتجاوز 3 أعوام وقتها أنني في السجن، وأن هذا المكان الكئيب القذر يطلق عليه سجن، وكيف أشرح له لماذا أنا هنا مع اللصوص والقتلة وتجار السلاح والمخدرات وكل محترفي الإجرام ومع المظلومين أيضا؟ ولماذا يوجد في السجن مظلومون؟ ولماذا يتم سجن ناس لأسباب سياسية أو بسبب رأي أو فعل لا يرضى عنه الحاكم؟ اضطررت للكذب إشفاقا عليه، وعندما سألني قبل 3 سنوات ما هذا المكان ولماذا لا تعود معنا إلى البيت، أجبته بأول ما خطر على بالي: أنا في الشغل وهذا مقر العمل. قطرات الماء تعني الحياة. حاول المصوران أشوك فيرما وباتريك كاستيلو تصوير لحظات من تساقط قطرات المطر. إليكم بعضا من الصور المنشورة في صحيفة الإمارات اليوم، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.